كل سنة وحضراتكم طيبين. شكر خاص لأستاذنا الدكتور هشام درويش على دعوته الكريمة، ولي الشرف أن أنا أكون لثالث مرة في مؤتمر ميد غمر. وشكر للدكتور أحمد عامر والزملاء على المجهود اللي عاملينه. وأنا التحية الكبيرة ليكم أن أنتوا لسه عادين، دي التحية الكبيرة. والموضوع اللي أنا أتكلم عليه Electrolytes Disturbance المفروض يتقال الصبح، يعني وانت صاحي كده جاي جايب القهوة والآلة معاك والموبايل ونتكلم ونغلط ونرجع ونغلط ونرجع. فعلشان ابتديت ولا لسه؟ تمام. دكتور هشام انا قلت له السنه اللي فاتت انا اخر محاضره فعايز اتقدم لو سمحت، فخلاني قبل المحاضره الاخرانيه وانا متفائل. انا مش بص يا باشا، لو انا قلت الالكترولايت ديستربنس انا ما بقولش، انا بجي ميد غمر وبعمل في بنها بس كده. لو اتكلمنا على الالكترولايتس كلها غالبا هقعد مده قد مده الدكتور استاذ الدكتور هشام عوض او اكتر. فاحنا هنتكلم بس على الصوديوم، وغالبا هنتكلم على الهايبوناتريميا بس وبس. السلايدز فين؟ حضراتكم عندكم كام في الميه؟ يعني احنا حضراتكم كام في الميه في جسمكم ميه؟ 60 70 80 60. احنا 60. النيوبورن 80%، يعني بالتحديد 78 الفول تيرم. الرقم ده بيزيد ل 85 في الاطفال البري تيرم. الدياجرام ده مش بس ووتر كونتنتس زياده، كمان الديستريبيوشن بتاعهم مختلف. يعني الاكسترا سيلولر تلتين الانترا سيلولر على عكس الادلت، وده بيبين لك صعوبه المانجمنت بتاعه الفلويد. طب احنا بنتكلم فلويد ليه؟ علشان صعب ان انت تتكلم الكترولايتس بدون ما تقول الفلويدز بتشتغل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين التوتال اعلى وكمان الاكسترا سيلولر اعلى. عند 3 شهور بيحصل شيفت ان الاكسترا سيلولر تقل والانتراسيرال كومبارتمنت من الفلويد هي اللي تزيد وتبقى زي الادلت، وتبقى تقريبا العكس، تلتين انتراسيرال وتلت اكستراسيرال. ده الديستريبيوشن. هنعدي بقى. طيب مهم نفهم الكلام ده ليه؟ علشان جزء من الموفمنت بتاع الاكستراسيرال واللوس بتاعها بيعمل حاجه اسمها فيسيولوجيكال ويت لوس، ان الطفل بيفقد تقريبا 10% في الفولتر، بيوصل الرقم ده ل 15% في البري تيرم. عشان البري تيرم عنده فلويد اكتر، علشان البري تيرم الاكسترا سيرر بتاعه اكتر، علشان البري تيرم الانسنسبل ووتر بوس بتاعه اعلى. ماشي؟ فمقبول ان هو يفقد الكلام ده ويرجع للوزن بتاعه. الرسمه دي يمكن انتوا لحقتوها زمان، يمكن في التذكره بتاعت الوزاره. امتى اللي موزون اللي مولود 2 كيلو ونص هيوصل لوزن الولاده امتى؟ فكل ما الجستيشنال ايج او كل ما وزن الولاده بقى اقل هيوصل لوزن الولاده متاخر. يعني اكسبتد ان الاطفال اللي مولوده مثلا كيلو ونص يرجع لوزن الولاده اولموست عند اسبوعين وهكذا. ده مهم في المانجمنت اوف فلويد وعلشان نفهم ايه اللي هيحصل بعد كده. طب احنا بنفقد فلويد ازاي كلنا وخصوصا الاطفال؟ طريقه محسوسه، اليورين مينلي، ستول، ولو عندنا حد في المستشفى وعنده شيست تيوب ركب له اورو جاستريك ركب له درين، ده انا اعرف احسبه. وفي حاجه انسنسبل اللي انا ما اقدرش احسبه، ده عن طريق الجلد احنا ما نقدرش نحسبه بالمينلي، وكذلك عن طريق البخار او الفيبر اللي طالع في النفس. تلتين بيخرج 70% عن طريق السكن وتقريبا 30% في الفيبر.
لو جهاز البيبي عندك على فنتليتر وانت عامل جود هيوميديفيكيشن فانت بتقلل انسنسبل ووتر لوس عن طريق الريسبيريشن، وكذلك لو عامل هيوميديفيكيشن كويس للمحط. احنا مش هنقول اللوس السنسبل، لكن مهم ان احنا نعرف ان الكيدني في البريتر او حتى في الفول تيرم لسه اماتيور، حجمها صغير، كل التبيولز الجلوميراي لسه حجمها صغير. اضف الى ذلك الفانكشنال اماتيوريتي بتاعه البري تيرم بيبي، فما عندوش مقدره على الكونسنتريشن اوف يورين ان هو يعمل بالذات ابزوربشن للصوديوم، فعنده دايما نيتيوريسز اكتر من الفسيولوجيكال وبياخد معاه مي. نيجي للمهم جدا ان هو الانسنسبل ووتر لوس، علشان الانسنسبل ووتر لوس له علاقه بالديزيز اللي ممكن تحصل عندنا. انسنسبل ووتر لوس اكتر في البريتر، اكتر في البريتر ليه؟ علشان السكين بتاعه مش ماتيور، والاهم من كده السيرفيس اريا بتاعته بالنسبه للوزن كبيره، والبلاد سبلاي اكتر، وان هو بيتعرض لريسبيراتوري ديستريس او موربيديتس اكتر، فممكن يفقد عن طريق الجلد. ده يبين لنا هاو ماتش السيرفيس اريا. تخيل ان الطفل اللي وزنه نص كيلو واصله لفين، في حين الولد الكيلو ونص واصله 2 كيلو ونص نازله لهنا. فكل ما السيرفيس اريا يزيد كل ما الانسنسبل ووتر لوس بتاعنا يزيد. وده يفصل لنا ليه الاطفال عند 28 اسبوع او 25 اسبوع الانسنسبل ووتر لوس بتاعهم بيوصل تقريبا حوالي 100 ملي. كل ما الجستيشنال ايدج يقل كل ما اللوسز بتاعته تزيد. هنا ممكن نوصل اولموست لعند 40. الكلام ده مهم في الايام الاولانيه بس، على نهايه الاسبوع الاولاني السكين بيبقى ماتيور سواء في الفول تيرم او بالبري تيرم زي ما حضراتكم شايفين، سواء العمر بالايام مفيش مشكله. هنا اللوسز تقريبا بتبقى واحده. فعلشان كده لو انت بتتعامل مع طفل كيلو ونص فاقل، خلي الحضانه بتاعتك فيها هيوميديتي، فول خمس ايام على الاقل ماشي، علشان نقلل الانسنسبل ووتر لوس بتاعنا. دي الارقام تقريبا اللي احنا قلناها لما نيجي نحسبها. واجين ده مش دايما نوتيفيكيشن، زي ما انتم شايفين دي ارقام مقربه طبعا اللي هي لها معادله، انا اجيب السيرفيس اريا واحسبها ازاي، لكن دي اقرب ارقام تقريبيه. في حاجات بتزود الانسنسبل ووتر لوس وفي حاجات بتقلله. كل ما تحطه في جو جاف هيزيد، كل ما السكين يبقى مش انتكت يزيد، وهكذا. ادفانسد جستيشنال ايدج بيقلل. خلينا في اللي بيزود سيفير بريماتوريتي، ريسبيراتوري ديستريس، امبيانت تمبريتشر، يعني انت سايبه في الشارع كده بضر، يعني بتحط على الريساستير مثلا. راديانت نورمال لو انت حاطط البيبي بتاعك زي ما الطفل يتولد عندك وتسيبه في الطوارئ 3 6 12 ساعه محطوط على الراديانت وورمر، انت مش متخيل كميه اللوسز اللي بتتفقد قد ايه. وفي التراوه يعني مفيش، مش بس هيوميديتي. الفوتوثيرابي، والفوتوثيرابي احنا بنتكلم على الفوتوثيرابي القديم، لكن الليد غالبا اللوسز اقل من كده لو سبته يسخن منك، والاكتيفيتي والكراين. طيب رغم ان الفلويد كونتنتس مختلفه في نيوبورن او في الاطفال، السولت لودز اللي هي الانايون والكراين تقريبا نفس الارقام اللي في الادلت. فاحنا عندنا الاكسترا سيلر ميلي في صوديوم سواء في البلازما او انترستيشيال، والانترا سيلر ميلي بوتاسيوم، وجزء صغير من الصوديوم انترا سيلر وجزء صغير من البوتاسيوم انترا سيلر، والليفلز تقريبا النورمال رينج واحد في النيو بورن زي الادلت، فيما عدا ان البوتاسيوم اكسبتد يبقى هاي في الاكستريم بري تيرم فول فيرست فيو دايز. اي ثيرابي سواء الفلويد او الالكترولايتس يهمك ان انت تعمل الاتي. سوري، هنعمل اسسمنت للبيبي اون ديلي بيز، انا عايز اديله قد ايه، واعمل ادمنستريشن واعمل مونيتورنج. دايما زي الجاسترو انترايتس بتاعت زمان يعلمنا ان انا عندي مينترنس بديه الولد، ولو عندي لوسز بعمل ريبليسمنت، ولو عندي ديفيسيت بعوضه. يعمل الكلام ده واجمعه واديله الطفل. الكلام ده ابليكابل على الفلويدز، الكلام ده ابليكابل على الالكترولايتس. طبعا الجدول ده كلنا عارفينه، نبتدي بقد ايه للاطفال على عمره،
وكذلك الالكترولايتس بنبتدي صوديوم بوتاسيوم ممكن نبتدي ما بتديش فاول اليوم وممكن نقعد 48 ساعه ما نديش لو الارقام بتاعتها نورمال ماشي. اما بنبتدي من 2 ل 3 او 2 ل 4 في الرينج الاولاني ده بالنسبه للصوديوم والبوتاسيوم من 1 ل 2. كيس سيناريو معرفش حضراتكم شفتوا حاله زي كده في الثلاث شهور اللي فاتوا ولا لا. عندنا طفل فول تيرم بيبي مولود سيزيريان سيكشن غالبا بتبقى الام برايمي مادر وانسيستنج انها تدي بريست فيدنج واحنا شجعناها على كده لكن الواد الاتاشمنت بتاعه مش كويس او لاتشنج وهي ما نزلتش لبن كتير وقعداه في حته حر جدا لفاه فالانسنسبل بتاعه بيزيد وما بياخدش فلويد كفايه. فالولد ابتدى يبقى بور اكتيفيتي وابتدى يبقى فص يعني اريتابل شويه وجونتست. فجم الاستقبال على اليوم العاشر 15 اسبوع برزنتيشن مختلفه فانت عملت له اسسمنت لقيت البيبي دي هيدريتد وما عملنا الكترولايتس لقينا الصوديوم عالي 180 ولقينا اليوريا عاليه والكرياتينين عالي وعندي متابوليك اسيدوزس شويه كومبنسيتد. حد شاف حالات زي كده الصيف اللي فات يقدر بنشوف. طيب ده اشهر مثال للهايبر ناتريمي وده المدخل بتاعه. امتى نقول هايبر ناتريميا؟ تتقسم من 150 ل 100 لا انا اسف 145 لو عدينا 145 ل 150 دي في مايلد 150 ل 160 دي مودريت واكثر من 160 اكثر من 170 انا اسف بنعتبرها سيفير. طيب الايتيولوجي ببساطه شديده جدا لا اما انا شلت ميه من الواد لا اما حطيت له ملح زياده وغالبا احنا ما بنديش ملح زياده ولو اديت ملح زياده بيبقى عيان عندك كريتيكال انف وانت مديله متوقع ان ده يحصل فما نشوفوش. احنا عندنا حاجه من ثلاثه انكريز ووتر لوسز لا اما انا ما بديلوش فلويد لا اما بديله ملح بزياده. انكريز فلويد لوسز اهم حاجه سوري ان اديكويت فلويد انتاك اشهرهم ان احنا اللاكتيشن واللي ان اديكويت فيدنج. الحاجات الثانيه الهايبوثالاميك والنيورولوجيكال العيان ما بيعبرش عندنا ومش كتير بنشوفها ونادرا ما تعمل ريستريكشن فلويد عندك ان هو يوصله لسيفير لكن لما بنعمل ريستريكشن احيانا في المحضن بتشوف مايلد واحيانا مودريت. السبب الثاني الايتيولوجي الفلويد لوسز وده بنشوفه بالذات لو جاي لك ولد ليت بريتيرم 2 كيلو ماشي والعيال دي رزلة اساسا بطبعها ما بترضعش كويس بتنام كتير وعنده فرصه ان هو يفقد انسنسبل ووتر لوس جامد بالذات لو الاهل حاطينه فورم او هيت تمبريتشر ودي اكتر حاجه. ممكن يكون العيان عندك انت في المحضن وانت عمال تديله دايريتكس بس مش كل انواع الدايريتكس بالذات المانيتول ونادرا ما نشوف جاستروانترايتس زي الكبار وان كان ده شيء وارد او عيان عندك جراحه وانت بتعمل له اوستيومي. الحاجه الثانيه ان انا اديته صوديوم زودت الملح قوي زودت الملح اشهر مثال احنا بنضطر نعمله اما بتدي العيان بتاعك صوديوم بايكارب انفيوجن يعني عيان امبور نيرف ميتابوليزم وعنده بريزيستنت او بروفاوند اسيدوزس واضطريت تديله صوديوم بايكارب ماشي. كلنا بنلاقي الصوديوم عدى مننا ومش عارفين نسيطر عليه ونضطر شويه نقلل الانفيوجن. مش بس كده احيانا احنا بندي حاجات بالذات في العيال الصغيره تؤدي للهايبرناتريمي يعني الفريكوينت بلازما ترانسفيوجن فيها صوديوم يعني الواد نزف شويه بلازما كل 12 ساعه يومين ثلاثه زي عند ما نفتكر قلبه من احيانا ماشي. لو انت بتستعمل سنترال لاين وسايبه اعتقد احنا معظمنا هنا بيستعملش ارتيريال لاين لكن لو انت سايب سنترال لاين ومشي كي في حاجه اسمها كيب فين اوبن بتمشي نورمال سلاين على 1 مللي مثلا افتكروا دايما ان انتوا تقللوها في الاطفال الصغيره ال1 مللي لو انت مشيت بس 1 مللي صوديوم كلورايد عادي اللي هو 900 الطفل ده 3.6 مللي ايكوفالنت في اليوم ال 24 مللي فتخيل لو انت بتتعامل معاه كيلو ونص كيلو فانت اديته اولموست ريكويرمنتس بتاعته بالكيب فين اوبن بتاعتك لاما انت تقلل الريت تخليه نص مللي وممكن تقلل كونسنتريشن تديله هاف نورمال بدل ما انت بتديله فول نورمال ساين. طيب هي بتعمل ايه بقى الهايبرناتيميا؟ الهايبرناتيميا ده النورمال النورمال اكسترا سيريال فوليوم والانترا سيريال فوليوم الصوديوم والميه زي بعض الصوديوم يزيد في حته يسحب ميه وراه ماشي. طب احنا الولد الصوديوم بتاعه وصل ل 170 170 180 هيعمل ايه؟ مفيش ميه فالميه هتخرج من السيلز ورا
فالاكسترا سيرور كومبارتمنت هيزيد قوي على حساب الانترا سيرور فوليوم، فيحصل شرينكج للبرين. اما يحصل شرينكج للبرين في فرصه ان هو يحصل هيموراج. بعد كده العيان ده لو اتساب بالشكل ده هيجي له كونفالجن، يبقى ليسارجيك ايريتابل الاول وبعدين كونفالجن وممكن يدخل في كوما ايفن. دي الكلينيكال مانيفيستاشن. فاكرين كانوا بيعلمونا ازاي الهايبر ناتريميك ديهايدريشن واحنا اول ما ابتدينا نشتغل؟ يا التانك دراي والسكين مش دراي قوي، نفس الحكايه هنا. مش هتلاقي السكين ترجر مفقوده قوي في الهايبر ناتريميك ديهايدريشن في الاطفال، لكن مين اللي هتبقى نيورولوجيكال مانيفيستاشن؟ طبعا بيبقى مصاحب لها اوليجوريا واشياء اخرى. طب نعالج ازاي؟ احنا هنقول المايلد والسيفير بدري بدري علشان نخلص منه. مايلد هايبر ناتريميا والواد جاي لك ديهايدريتد مفوش حاجه تاني، وانت رولد اوت السيبسز، حتى لو شفته في عيادتك سواء عملت له عملتوش شجع الرضاعه، يرضع من امه فيش لحم، اديله ارتفيشال فورمولا لعند ما اللبن يزيد، الواد ستيبل ورزل ومصش كويس مفيش مانع نركب له راي. يبقى العيان ماركت 160 واحنا نازلين كده، يو كان جيف هيم اورال وهيتحسن خلال يوم او اتنين، وانت هتمونيتور كل حاجة. لو واحد سيفير من الاول 200 خلاص لازم تعمل له بروتينيال دايرالس. فانا طبعا لو شوك تعالج الشوك عندما تبتدي البروتينيال دايرالس لو عنده سيفير ديهيدريشن، لكن لو احنا وصلنا الفيجر لوحده 200 ملي اكوافلنت اند اباف بليز ذيس از فور بروتينيال دايلاسيس. طبعا بروتينيال دايلاسيس له قصه، بتوع النيفرولوجي زمايلنا يقول لك احنا هنحط صوديوم قد ايه ولا الجلوكوز قد ايه، لكن تيك كير لازم تمونيتور علشان ممكن الصوديوم بتاعه يتهبط في الارض. طيب اما ندخل في المودريت تو سيفير بقى، مودريت تو سيفير العيان جاي لك، العيان برضو ديهايدريتد ولا مش ديهايدريتد؟ غالبا اللي هيوصل العيان مودريت ديهايدريشن تو سيفير هيبقى العيان جاي بشوك لايك بيكتشر، ماشي البور برفيوجن، ممكن تلاقي حتى ايفن انتير فونتانيل شويه ماشي، وفي هيستوري اوف اوليجوريا. واما نعمل اللاب بتاعنا هنشوفه في العيان ده وي شود ريستور انترافاسكولار كومبارتمنت. فهندي على ايه؟ زي الشوك ثيرابي. صحيح احنا بنبتدي ب 10 دايما في النيو بورد، بس دي من الاكسبشنز البسيطه اللي مش كتير قوي، ان انت ممكن تدي 20 وانت مطمن بامانه يعني. يعني تشوف احنا جاي لنا ولد في التخصصي ليت بري تيرم، انا ما حطيتش السيناريو ده بس علشان الارقام. سمول فور جستيشنال ايج، هو فول تيرم سمول فور جستيشنال ايج، كان مولود 2 كيلو تقريبا ونص، ومامته بترضعه جاي على اليوم ال 20 سيفير ديهايدريشن، الصوديوم بتاعه 193، الكرياتين بتاعه اولموست 3، الولد اتحسن ستر ربنا، بس الولد ده نيورولوجيكالي هو دخل في مكان تاني. الاول اتهبد هبدك محترمه في الصوديوم، يعني الصوديوم من 193 تقريبا ل 160 100 حاجه و60. طيب يبقى اهم حاجه احنا نعمل ايه؟ جود ريستريشن، ممكن ادي مره والثانيه لحد ما يستبلش اليورين اوتبوت، اتاكد البلاك جاز اتحسن، وبعد كده ابتدي اصلح الهايبر ناتريميا. طب اصلح الهايبر ناتريميا ازاي؟ دي من الحاجات الرزله جدا بصراحه. اول حاجه نصلحها في وقت طويل، وانا هقولها لسه مش مكتوبه هنا. حضرتك ما تصلحش الهايبر ناتريميا في 24 ساعه، والتارجت ان انت تنزل من 10 ل 12 ملي اكويفالنت في اليوم. طب كلنا عارفين كده، بس الشاطر بقى اللي يعمل ازاي؟ احنا بنديله فتلاقي الواد اتهبد مننا. ففي طريقه رف استيميشن، ودي بيزد عن ستاديز مش اكوريت قوي، لكن انت ممكن تعملها. لقوا ان علشان تنزل ال 12 ملي اكويفالنت دول، ال 1 ملي اكويفالنت علشان تنزله محتاج تدي ميه 4 ملي اكويفالنت. ماشي؟ فانا هدي 4 في 12 اللي انا عايز انزلهم، فانا هدي له 48. اضربهم في وزنه مثلا سي 3 كيلو، فانا هدي له الولد ده 4. هحسب انا عايز ادي له فلويد قد ايه في اليوم. ماشي؟ وهقسمه. احنا كده لسه ما جبناش سيره الصوديوم، احنا بنتكلم على الميه. ماشي؟ لكن لو الصوديوم بتاعك فوق ال 170 وده رقم كبير، فانت قلقان ان هو ينزل بسرعه برضه، فقال لك ما تديش 4 مللي لكل كيلو، ادي 3 مللي لكل كيلو في الحسبه دي. فنفس الحكايه، نضرب 3 في انا عايز انزلهم، وبعدين اضربهم في وزن البيبي، ويبقى ده اللي هحسبه كفلويد. الفلويد دي المقصود بيها ايه؟
اللي هي اسمها free water deficit، يعني بتكلم على مية ما فيهاش ملح، ما فيهاش الكترولايتس، ما فيهاش سولت. احنا متفقين ان الواد ده الصوديوم بتاعه زاد ليه؟ علشان احنا نشفناه، فما فيش مشكلة في الصوديوم، لكن انا عايز احط له شوية مية بقى زيادة. بس احط له مية ازاي وقد ايه؟ فاول طريقة قلنا ان احنا التانية. تاني طريقة فيه معادلة، وبالامانة المعادلات تدوخ، يعني المعادلة دي ثلاث معادلات، كل كتاب تلاقيه كاتب معادلة، اللي تعرف تلعبه تكسبه لعبه ماشي. فاللي انت بتتفق عليه انت وزمايلك هتشتغلوا بيه. free water deficit باللتر 6/10. هو احنا الولد عنده قد ايه في جسمه ميه؟ 7/10، 8/10. رغم كده احنا بنستعمل 6/10 فور سيفتي، ان انت ما تعملش رابيد كوركشن. وفي ناس بيقول لك لا، ما هو ما بقى دي هيدريتد، هو الميه اساسا قلت، شو على انه 6/10 في الوزن بتاعه، في حاجات هلاميه بقى انت ما تعرفش جايبها منين، وانا ما حاولتش اعرف جايبها منين. واحد ناقص التارجت، انت عايز تخلي الصوديوم كام، وخد بالك الصوديوم ده ممكن انت تحسبه باليوم او على الثلاث ايام على الميجرمنت. خلينا نقول مثال 6/10 في وزن البيبي اللي احنا قلناه 3 كيلو في واحد ناقص 150، انا عايز اخليه 150 من 180. التارجت بتاعي ان انا انزله ال 180 دي انزله في يوم واحد، فتقريبا انا عايز اديله ميه زياده حوالي 300 مللي. ال 300 دول اديهم له في قد ايه؟ انا عايز اقلل 10 ل 12، ما يزيدش عن 12. في بعض ريفرنس كاتبه 15، لكن 10 12 و10 افضل. هو ايه اللي حصل؟ 3 ايام ماشي. طيب ليه انا بعمل في 3 ايام؟ علشان لو انا صلحت الصوديوم بسرعه جدا، فالهايبرناتريميا الرهيبه اللي كانت موجوده اما تتحسن في الفلويد هتروح سايباها داخل السيلز بسرعه، فما داخل السيلز بسرعه تروح الدماغ ومورمه، يحصل إديمة، الواد يتشنج ويدخل في كومه. علشان كده مهم قوي ان انت تعمل بالراحه ماشي، ما تخليش الانترافاسكولار هو الصوديوم فيه يروح ساحب الميه تاني ماشي. طيب انا اتكلمت دلوقتي على الفلويد، فاكرين قلنا الاول في ديفيسيت وبعدين مينتنس، انا بدي مينتنس. فالمينتنس بتاع الواد اللي عمره كام يوم، انا بدي له 100 مللي الكيلو كيلو في اليوم. طبعا نيو بورن يجوز ان احنا في ايام بندي اكتر من 150. معظم الناس لو عديت 10 ايام بيحسبوا على 100 وخلاص وبيخسر. نعم فندم. في صورة ايه؟ احنا لسه بنتكلم على الكمية، الصورة هتيجي بقى، يعني خلوها هودوني واحدة واحدة. احنا بنتكلم على الكمية، ما جبتش لسه هندوب ايه ماشي. فالكمية احنا عرفنا ان انا عايز 300 سهدهم له في 3 ايام، واقول للولد ده هو الديفيسيت بتاعه المفروض ان انا بحسب له كل يوم 100 مثلا، يبقى الولد ده المفروض 100 في 3 يبقى 300 صح كده. هحط عليهم ال 100 اللي جايين من هناك اللي هو الديفيسيت بتاعه، فالولد ده انا هديله 400 في اليوم صح كده، بريت ايه اقسمهم على الساعه فيطلعوا 16 سنتي وساعه كده، اتفقنا على 14. طب اديله ايه بقى؟ برضو في طريقتين، في طريقه ازاي تحسب الصوديوم ديفيسيت ودي سخيفه جدا ومعادلات طويله، وفي طريقه ان انا ممكن اديله صوديوم قليل. يعني ينفع اديله صوديوم فري خالص، اديله جلوكوز 10 او جلوكوز 5، غالبا الصوديوم هيتهبد هبده محترمه هيتشنج وانت شغال على طول. طيب اديله 0.2 نورمال سلاين او 0.45 علشان تبقوا عارفين الارقام. محلول الملح بتاعنا في 150 ملي اكويفالنت في اللتر، نصه اللي هو هاف نورمال سلاين 77، وربعه الا تقريبا الربع بيبقى حوالي 34. سهل ان احنا نعمل الحاجات دي ازاي؟ انت لو جبت الجلوكوز ده، سوري، محلول الملح بتاعنا 9% وحطيته واحد لواحد على الجلوكوز 10%، بقى عندك محلول جاهز 5% على هاف سلاين، احنا بنسميه دي 5 هاف نورمال سلاين، جلوكوز 5% على هاف نورمال سلاين، وده الكومنلي يوزد. نرجع لان احنا بنستعمل 3 ولا 4، هنستعمل هنا بالبلدي. لو الصوديوم بتاعك عالي قوي ابتدي بالصوديوم العالي ماشي، يعني الصوديوم فوق 170
ابتدي 0.45. ليه؟ علشان انا مش عايزه يتهبط. لو الصوديوم بتاعك انت بتتكلم في 160 مثلا، لا ممكن تبتدي ب 0.2. والكلام ده ترايل، هي لها معادله وازاي تحسب صوديوم ديفيسيت وازاي تضيفه، بس بصراحه هي صعبه صعبه. ماشي. طيب انا اديت الكلام ده هعمل ايه؟ هنرجع لدي. بعد ما تدي حضرتك بعد 4 ساعات لازم تشوف الصوديوم، ما تسيبوش بقى 12 ساعة علشان ما يتهبطش الهبدة، وتشوف بعد كده لإما أنت تزود الفلويد لإما تقلل الريت بتاعك على حسب. وطبعا بالمعادلة هتشوف اليورين أوتبوت، هتشوف الهايدريشن ستيتس، هتوزن العيان بتاعك، ممكن توزنه مرتين ثلاثة في اليوم ما تستناش عليه، وتشوف اليوريا والكرياتينين والبلاد جاسس. فده مهم جدا. طب هبتدي بقد ايه؟ نرجع للجزء اللي احنا بنقوله ده. احنا قلنا لو احنا 150-160 ابتدي كوارتر ربع نورمال سلاين، وبرضو نفس الطريقة حط 3 جلوكوز 10% على 1 محلول ملح. ماشي. يعني لو عندك 100 ملي حط 75 ملي جلوكوز 10% و25 محلول ملح بتاعنا العادي، وده قلنا لو زيادة. طب في مشكلة رهيبة جدا، مين اللي بيشرب قهوة سادة؟ مين بيشرب قهوة سادة؟ جميل. اما يجيب لك قهوة مظبوطة بتبقى سعيد؟ بتبقى مسكرة، رغم ان المظبوطة بتاعتي انا بحسها مرة علشان انا بشرب زيادة. فهي نفس الحكاية، الايزوتونستي او الهايبر اوزمولاتي بتاعت العيان اللي الصوديوم بتاعه 190 مش زي العيان بتاع اللي هو 160. اتفقنا كده؟ فلو انا اديت نورمال سلاين اللي هو ايزو تونيك لعيان 190، لكن انا واحد بيشرب ساده اديته فبقى هايبوتونيك بالنسبه له. يعني فهمتوا قصدي؟ بل نورمال سلاين اللي هو ايزو تونيك لو اديته العيان فوق ال 180 بقى هايبوتونيك. فالهايبوتونيك ده ممكن يخلي يقل بسرعه ويخلي الشيفت يحصل انتراسيرال فيعمل برين اديما. فعلشان كده لو انت بتتكلم في عيان فوق ال 180 ايفن الشوك سلاين الاولاني ممكن ما تقولوش بس 9% العادي بتاعنا اللي هو 9.10، لا ده انت تقلهوله عليه شويه صوديوم. ماشي. معادلات سخيفه انا حاططها والبرزنتيشن، وهبعت لكم شويه حاجات ليها. ده ازاي ازود الصوديوم؟ ازاي اعرف ان هو تقيل ولا خفيف الاول؟ بمعادله. فبعرف ان هو خفيف وتقيل ازاي؟ ان انا اعرف قد ايه فري فلويد جواه، يعني قد ايه ما فيهوش ملح، وله معادله. ماشي. طيب رفلي كده لو قلل الصوديوم اللي انت هتديه، يعني الولد 190 195 خليه اللي هتديهوله اقل من 10 ل 15 ملي ايكوفالنت. فانت لو اديته نورمال سلاين اللي هو فيه 154 وهو 190، انت الفرق ده 45 واحد، انت دخلت في 35. فاحنا محتاجين نتقل الصوديوم. وصلت النقطه دي؟ تمام. ها هاو. انا بحسبكم لسه مش صاحيين، لكن انت كده هتزنقني واقول هاو. الاول هاو ان احنا نعرف ان هو خفيف بالبتاعه دي، ما تقوليش جت منين لو سمحت. ان احنا هاو بنجيب واحد ونخصم منه الاي في فلويد صوديوم، اللي هو الاي في فلويد صوديوم اللي انا هديه مقسوم على السيرم صوديوم ومضروب في 100 على سبيل المثال. وهنقول المثالين، لو الولد صوديوم نورمال وانا بدي له نورمال سلاين اللي هو 145 ومضروب في 100 بيطلع المحصله، يعني تقريبا ما فيش ولا ملي هياخده فوش ملح. اتفقنا كده؟ ما فيش فري ووتر هياخدها، كله ملح. طب لو احنا حسبناها على 195، وانا مزود الرقم علشان تحسوا بالفرق، 1-154 اللي هو المحلول اللي انا بديه اللي هدي الشوك سيرابي بيه على ال 195 اللي هو السيرم صوديوم مضروب في 100، تخيلوا ان هو 21 ملي من كل 100 ملي ما فيهمش ملح. وده يقودنا للمحاضره دي، هي دي. فاللي هو
ايزوتونيك العيان 145 ما عندوش هنا خالص ملح، ما بقاش ايزوتونيك، ده بقى هايبوتونيك لو العيان بتاعي 195. اتفقنا كده؟ يبقى احنا عرفنا ازاي نقول هايبوتونيك وايزوتونيك، خلاص. طيب نزود ازاي بقى؟ برضو بمعادلة سخيفة جدا. تقول التارجت بتاعك انت عايز تخليه كام؟ هنجيب هنضرب 1000 ماشي، مضروبة ما بين قوسين الديزايرد، الديزايرد اللي انت عايزه اللي انت عايز تديه العيان. انا مش هديله 154 بقى، انا هديله 10 او 15 اقل من الصوديوم بتاعه اللي هو ماشي. ديزايرد صوديوم ناقص 154 مقسوم، افتح قوس 5000 ناقص ديزايرد صوديوم. برضه انا مش عارف جاي منين، بس انا جربتها كذا مره بتطلع ارقام غريبه جدا، فاهم؟ بتطلع ارقام. فهنفترض الولد 195 اللي احنا حسبنا عليه 1000 في 180، انا 195 انا هديله صوديوم قد ايه؟ احنا قلنا اقل من 10 ل 15، فانا اخترت رقم 180، انا عايز اديله صوديوم 180 ملي ايكوفالنت في اللتر. فقلت 180 ناقص 154 ومقسوم على 500 ناقص الديزايرد اللي هو ال 180 هيطلع لك كم ملي؟ القصه دي تقريبا بتطلع حوالي 81 ملي، سوري بتطلع 81 ملي، يعني كل 100 سنتي حط عليهم 8 سنتي. لو حسبناها بالعقل هو ال 100 سنتي فيهم كم صوديوم؟ صوديوم احنا بنتكلم على محلول الملح فيهم 15.4، ما هو اللتر فيه 154 صح؟ يبقى ال 100 فيه 15.4. جيت انا اديته 8 سنتي من الصوديوم كلورايد 3%، السنتي فيه نص ملي ايكوفالنت صح كده؟ فروحت انا حاطط عليه 4 ملي ايكوفالنت، بقى 15.4 زائد 4 بقوا 19 صح كده؟ و4 من 10 موجودين في كام سنتي ميه؟ 108 ميه. ما انا حطيت ميه حطيت عليهم 8 المعادله، فتقريبا بقى كانه 18 ملي ايكوفالنت في الميه، او بقى 180 ملي ايكوفالنت في اللتر. وصلت؟ طب كمان خلاص طالما وصلت انا هسيبكم بقى. شكرا. اهو انا عديت وقتي في باقي بس هو كده حلو. شكرا جزيلا. اي اسئله؟ طبعا هو في، انا اسف بس المقاطعه، في اسباب للهايبرناتريميا تانية احنا ما قلناش هنا. يعني انت لو اديت انت سديت صوديوم بايكارب هتوقف صوديوم بايكارب، ممكن تزود الفلويد بتاعتك ان امكن وهكذا. بعض الاوقات بندي دايوريتكس لازم correction of the hydration in neonate. يعني في الاطفال احنا يعني متعودين ان 60% 80% mild to moderate severe. هل الكلام ده applied للنيونات ولا اعتقد ان هو applied الانفانتس؟ بنعمل لهم النيوبورن بيتعاملوا بالوزن. احنا برضو من الحاجات اللي شلناها هنا علشان التوهان يعني الوزن، يعني النسب احنا نسب الدايجريشن والمودريت والسيفير 5 و10 واكثر من 10% من وزنه. يعني نفس البيدياتريك لا في الانفانتس applied على النيوبورن. أنا أشكركم لصبركم وأنتوا قعدتوا معانا، شكرا جزيلا. نشكر الأستاذ دكتور مصطفى عبد العظيم، ودلوقتي مع الأستاذ